خلونا نسمع من دكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتوشكا. دكتور محمد اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. يعني اللي حاصل النهارده فعلا احنا قدام الرئيس لما قال احنا بنعمل المستحيل هو يوصف ما يحدث على الارض بدقة شديدة. لو طلبت من حضرتك انه تقول للسادة المشاهدين حدود هذا الانجاز ايه؟ يعني احنا انجزنا ايه في توشكا ويعود ازاي ده على المواطنين الان وفي المستقبل ان شاء الله؟ بص يا فندم، مساء الخير عليكم. الاول اللي بيحصل النهارده في مصر ده ما حصلش من 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 قرون. الحاجه الثانيه، التحدث عن المشروعات التوسط الافقي واضافه ارض جديده للزراعه صالحه للزراعه تساهم في التنميه الزراعيه المستدامه، ده ما ينفعش يتقال في مداخله ولا حلقه. ده محتاج حلقات ونزول على ارض الواقع من الساده الاعلاميين. وانا ما اناشد احنا من هنا، الناس بتعمل كده، بس احنا بنحتفل النهارده بهذا الاحتفال يعني. انا اناشد فاه يعني قول لنا منهم كلهم يعني ينزلوا على ارض الواقع، شوفوا مدى الانجاز اللي بيتعمل ومدى الصعوبات اللي بتقابلنا ومدى المجهود اللي بيتم ومدى حجم العماله المصريه اللي بتقوم والشركات المصريه اللي بتنفذ هذه المشروع الطبيعه والعمل في الجو ده. انت يا دكتور محمد اليومين اللي جايين ان شاء الله مش هتلاقي على الاعلاميين اللي جايين عندكم ان شاء يا الله، فندم ده اكيد. احنا متربيين في توشكا، يعني انا راجل ميداني، اشتغلت في توشكا واشتغلت في كل اراضي مصر وبصفتي رئيس الهيئه العامه للتعمير. طبعا احنا بنقدر وبنثمن يعني تفكير فخامه الاستاذ الرئيس وفكره خارج الصندوق اللي احنا شغالين بيه على التوازي. احنا ما بنعملش مشروع، لا احنا شغالين في كل المجالات. يعني سيادتك، احنا بادئين في ثلاث محاور رئيسيه، محور وسط وشمال سيناء اللي هو 500,000 فدان. المشروع ده يعني خد مجهود وحجم عمليات وحجم ضخمه، وحاصر صنف تربه وصلاحيه تربه وتركيب محصول وحفر ترى وحفر قنوات وحط مواسير وعمل محطه معالجه مياه على 155 فدان قيمتها 20 مليار جنيه. حجم الاستثمار اللي اتعمل في سيناء 700 مليار جنيه الى الان. الاراضي هناك حوالي بتاع 225,000 هناك في سيناء بيزرعوا حاليا في المنطقه ديت. لو على الطرف الاخر في نفس التوقيت كنا شغالين في الدلتا الجديده اللي هي 2.2 مليون فدان، ومن دون 1 مليون اول مرحله اولى، بنعمل محطه المعالجه اللي موجوده هناك 7.6 مليون متر مكعب ميه معالجه برضه من الصرف الزراعي. كل ده يعني انا بقول في السطور، لكن هو محتاج مجلدات صحيح عشان نكتب فيها، عشان الحفر والردم ومكعبات الحفر والردم والخريطه القمطريه والميزانيه الشبكيه وعمل مجسات واخذ عينات وتحليل عينات وكوف العينات والعناصر الدقيقه والعناصر الصغيره وحجم التقويل المحصول والتغاثر المكانيه، التغاثر المناخيه اللي بتحصل ومدى تاقلم المحاصيل مع الجو ده. كل ده محتاج يعني شهور وشهور وشهور وسنين عشان نشتغل فيه. ولكن ده حجم ضغط الوقت، مع احنا ما عندناش شفافيه الوقت زي ما قال فخامه الرئيس. قال لك لا ما تنا... يعني لو مش هتنا... ما تناموش ما تناموش. لا احنا ما عندناش شفافيه الوقت. احنا حاليا بنعمل حصص تصنيفي في حوالي نص مليون فدان في الوادي الجديد حاليا، اضافه جديده. حاليا عندنا عندي 94 باحث ومهندس ومعدات ثقيله ومعدات حديثه شغالين حاليا في خيام في الصحراء في الوادي الجديد عشان نوفر 500,000 فدان جديده تحت برك في نفس التوقيت. على الطرف الاخر طبعا مشروع توشكا العظيم العملاق اللي في فخامه الرسيم احياء بعد ما كان توقف من فتره من الوقت لظروف فنيه من ضمنها اللي هو الجدار الصخري اللي كان بيمنع وصول الميه الى حوالي 380,000 فدان على خط 4 اللي موجود في توشكا ده. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتفكير فخامه الرئيس والهيئه الهندسيه تغلبنا على الجدار الصخري وتم عمل القناه الرئيسيه اللي بتوصل المنطقه دي بحفرها وعمل محطات ضخ ميه في عكس اتجاه التيار وبمواسير قطرها لا يقل عن 220 220 سنتي عشان نضيف حوالي 500,000 فدان موجودين في توشكا اللي احنا بنشتغل فيها. المساحه الموجوده حاليا المزرعه في توشكا حوالي 200,000 فدان مزروعين قمح ونخيل ومحاصيل غير تقليديه ونخيل. كل الحاجات دي كلها نتيجه عمل وشغل. ايه الغرض بقى من المشروعات دي كلها؟ اتفضل. الغرض مش عارف ثلاث حاجات. اولا توفير فرص عمل للشباب وده موجوده حاليا، واصبح الصعيد حاليا جاذب للاستثمار وليس طارد للاستثمار. تمام. انا دلوقتي يعني انا
اشتغلت في اسوان، كنت ماسك الهيئه العامه لسد لتنميه البحر الثقل العالي. انا بالناس اللي شغالين هناك عندنا جايين من وجه بحري، يعني من شمال الدلتا. يعني رقم واحد فرص عمل يا فندم، فرص عمل للشباب، جذب الشباب. الحاجه الثانيه زياده الاستثمار، انت المستثمرين بداوا يجي المنطقه. لو ما كانش فخامه الرئيس عمل الشبكه القوميه للطرق والشبكه القوميه للكهرباء والشبكه القوميه للري، ما كانش في يبقى في مشروع. المستثمر يجي يعمل ايه؟ لو كانش عندك شبكات وعندك محاور وعندك طرق وعندك سكه حديد، لازم المستثمر يجي يلاقي مناخ كامل عشان يعرف يشتغل فيه. الحاجه الثالثه اللي انا بطلع محاصيل استراتيجيه، المحاصيل دي بتوفر لي زياده في الانتاجيه، فبتقلل فاتوره الاستيراد، وبالتالي بقلل. انا ما بصدرش راس المال الاجنبي، اصبحت بستورد راس المال الاجنبي بدل ما اصدره. الحاجه الرابعه اللي انا بزود الموضوع سد الفجوه الغذائيه ومن القمح والذره الصفراء. احنا ان شاء الله لما كده ممكن نضيف حوالي مليون، وعاوز اقول لك مليون و 10 او 1.5 بالنسبه للقمح، وحوالي 1.2 بالنسبه للذره الصفراء كانتاجيه. فانا عاوز اقلل الاستيراد بتاع القمح، عاوز اقلل الفجوه الموجوده كلها. كل دي كلها مشاريع يعني اتعملت، مشاريع قوميه موجوده عندنا. بشكرك جدا دكتور محمد الشحات، رئيس هيئه التعمير والتنميه الزراعيه بتوشكا. زي ما قلت لحضراتكم دايما بنسال عن الفايده الحاليه والفايده المستقبليه ان شاء الله.